انت مصمم يا سعد الطيان انك تكذب؟ والله انا ما اكذب ولا عمرك كذبت، وانا انسان ملتزم ولا حتى احب الكذب. ملتزم؟ ها، مسوي زي اصحابك اللي يقول لك ملتزمين ويبغوا يحتلوا الحرم. والله ما هم اصحابي ولا حتى اعرفهم. سعد اسمك يا انك حضرت دروس مع محمد بن عبد الله اللي ادعى انه المهدي. والله العظيم ما حضرت للمحاضرة واحدة بس، ولا حضرت لحتى محاضرة ثانية، وكلها بالصدفة بعد. درس واحد اللي كان يحرض على الحكومة ويبغى يسوي انه يقتحم الحرم. والله العظيم انه كان يتكلم عن الإسراء والمعراج وقال لا تكذب يا سعد الطيان. ترى انا ما احب الكذب، كلمة واحدة لو طلعت كذب امسحك مسح. الله يرحم والديك، انا خريج شريعة ولا لي دخل بالامور هذه، وانا موالي للدولة والله يحفظها. والله العظيم انا موالي للدولة. موالي للدولة؟ ليش ما بلغت عنهم وقلت لنا المعلومات هذه قبل ما يحتلوا الحرم؟ والله لو ادري انه هو ضد الدولة كان بلغت عليه، بس انا وش ادريني اصلا، اول ما اسلوبه ما عجبني ولا رحت لحتى محاضرة ثانية. يعني تبغى تعرفني انك انت بس مرة واحدة رحت لهم؟ هي والله العظيم انها مرة واحدة، حتى اسأل اخوي اللي بلغ علي، والله ما رحنا الا مرة واحدة. خلاص عسكري شيلوا على الزنزان وراقبوه، ما تخلوه ينام للصبح، وجيبوه بعدين نحقق معاه. الله يرحم والديك، والله ما ندري. قوم شيلوا.